احنا اليوم في ضوء قنديل بنسوي عيد العمال على الطواقي الفلسطيني للسنة الخامسة على التوالي، طبعا بحضور شباب وصبايا من كافة أنحاء محافظات الوطن، وكان البرنامج من الصبح من 10 إلى 11 تجمع على ميدان جمال عبد الناصر، وكان في زي مقبرة أو بيت أجر إذا بدك تسميه لحقوق العمال، كان في توابيت موجودات على الضوء وشعارات يعني بتنعي في حقوق العمال المدفونة، وبعدين صارت زي في جنازة لحقوق العمال بتوابيت ومشينا عملنا زي وقفة عطلنا الحياة شوية صغيرة، وهسه بعدين توجهنا لضوء قنديل وبعدين تقسم مجموعات وقاعدين بيشتغلوا كمجموعات يعني قاعدين بيشتغلوا بنظفوا. طبعا شكرا كثير لكم وكثير احنا متأسفين يعني نصعوا في الأسف، لأن للأسف بلدية طول الكرم على سبيل المثال ما مش كثير تعاونوا معنا، يعني أضعف الإيمان كان لازم أنه مكانس للضيوف اللي جايين، مكانس لاش نقول أي شيء ثاني، بس مكانس يعطونا مكانس وإحنا مواصلينهم من فترة طويلة، كثير كثير إحنا متأسفين أنهم ما تجاوبوش معنا، ويعني إشي محزن.